هل تسير الأمور نحو حرب مفتوحة وشاملة بين إسرائيل وحزب الله؟ الجواب لا، على الأقل لغاية الآن، ولكن الأمور تأخذ منحنى خطيرا كل الوقت. فالقواعد التي تحكم المواجهة على طرفي الحدود لغاية الآن غير واضحة وليست مكتوبة حبرا على ورق، بل تتم إعادة فحصها وإعادة صياغتها كل يوم من جديد، حيث يقوم كل طرف بفحص حدود الطرف الآخر ومدى تحمله. أولا نشهد تصعيدا من حيث الأهداف، من حيث المسافة، ومن حيث وسائل الاستهداف، ومن حيث قيمة الأهداف التي يتم استهدافها. ولكن الأمور أخطر من ذلك، فالحل الدبلوماسي تم ربطه بحل دبلوماسي في قطاع غزة، حل لا يريده نتنياهو لغاية الآن، لذا فالتصعيد مستمر. والمشكلة أن كلا الطرفان كل يعتقد بأن الطرف الآخر غير معني بحرب شاملة. وعموما التاريخ يروي قصص مئات الحروب التي لم يكن يرغب أي من الطرفين فيها باشتعالها. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.